أنا عندي كده يعني سؤالين مرتبطين شوية ببعض. أنا دلوقتي مثلا لو أعرف منين إن أنا أوفر ويت أو أندر ويت، يعني أنا مثلا وزني ليتس سي 65 مثلا، أوكي يا ريت بس أوكي هنقول 65 تمام أوكي، فأنا كده لو طولي 170 تمام أنا كده أوفر ولا أندر ويت؟ أنا كده أوفر ولا أندر على حسب نسبة الفاتس. يبقى هي بقى قصة كلها لازم نعمل التست الإنبادي. الإنبادي ده موجود برضو في الصيدليات عشان الناس تبقى يعني نسهلها شوية. موجود في الصيدليات ودلوقتي موجود في محطات المترو بيبقوا حاطين حاجات بتتعمل والكلام ده كله. لا موجود في إنبادي موجود، بس الأكيرت أكيرت إن أنا أكون بشتغل ببراند اسمها إنبادي، هو كلهم بيسموهم إنبادي بس البراند تبقى انبادي عشان بيبقى ليها الكترونز معينه ايكويشنز بتشتغل جوه الجهاز عشان خاطر اطلع بالظبط الاكيوريت بتاعي. طبعا هسهلها على الناس عشان يفهموا النقطه دي. لو حد مثلا وزنه بشكل معين هو يحسب ان هو لو ازيد عفوا لو طوله بشكل معين مثلا 170 تمام الايدل الجسم الايدل يبقى ماينس 10 للست وبلس 10 للراجل زي ما بيقولوا لنا، يعني لازم الست هنا وزنها تبقى 60 والراجل يبقى وزنه مثلا 70 او 80 لو احنا 170 لو احنا طولنا 170 يعني احنا بنتكلم تقريبا من 65 كيلو لحد 75 ده للستات للستات والرجاله للستات والرجاله انا بتكلم على ايديال ويت ايديال ويت انا كنت فاكره ان الراجل والست بيفرق لا هي بتفرق في الكتله العضليه دي حاجه ثانيه بس الويت نفسه ملوش علاقه بالفاتس وملوش علاقه بالمسلز ملوش علاقه بالووتر اللي جوه الجسم اللي الانبادي بيطلع. طب دي معلومة كويسة جدا.